ما يحتاج لبى عينك لبى قلبك. تفضل ابو عبد الله. الله يبقيك. احنا قصيدتنا اليوم عن الاقدام. يا سلام. لها قصه قصيده، وكان قبل رمضان كالعاده حفل للعيد ومعد قصيده، قعدت والله اسبوعين تعبتها بجيب الفكره عصر مخي، اختصرتها بابيات محدوده. المهم صار لنا في نصف رمضان ان نحن نروح للاقلال القديمه، الديار القديمه، نصورها توثيق. فجاه جينا لفجلاج للسعيديه، قريه كانوا بها السعيد عده بيوت. انا طبعا وانا صغير اخط في بيوت الطين، لكن الاغلب انقلوا للبيوت الشعبيه، لكن ما زال ناس في بيوت الطين مثل ما قبله من اول. يا ابو عبد المحسن تذكر في بيوت الطين من الله الله، نذكر بيوت الطين ونعرفها زين، لكن النظام الجديد في البنيان والكهرب وذا مختلف. لما جينا ولا القصر اللي كنت اذكره وانا صغير وفيه الديوانيه يرقولها مع درجه، الديوانيه عاد يهتمون بها ينقشونها بجص الدرايش مع محطوطه جص، ما ادري شلون من اول يجيبون. فطايح النصفه وباقي نصفه، واشوف الحمام معشش في الدرايش خاصه دريش السراج كيف ما عاد عندها احد، يطير الحمام للشرفه فوق ويحول للعشة. وصائر تنها البيوت كلها أطلال للحمام، ما كأن موجود فيها بشر، وما كأن البير اللي عند القصر كانوا يقولون شيابهم يصدرون فيها عند القصر، ما عاد تسمع صوتها خلاص الغطاس، ما عاد في الصوت، ما كان في أحد. فشدني وجذبني الطير اللي يرقى الأشرفة ويحول، ربطته مع الشياب اللي كانوا من أول في المجلس هذا، ومع الحريم اللي كانوا في المكان الثاني، والمطبخ اللي يسمونه الموقد، والقدور أذكرها صغار يحطون حذرها يشبون حذرها بالضوء، حالة من أول لكن عايشين حياة حلوة. تذكرت وتذكرت الغنم ما كانت موجودة عندهم، طلعونها مع الشاوي كل الديرة، تلقى في الديرة سريعتين ثلاث أربع يروحون يرجعون كل مع جهة، خلاص جت مع الباب الفلاني، هذا باب البر، هذا باب الشمالية، هذا باب السراحية، هذا باب كذا، وكل غنم تعرف البيت تنصاح. سبحان الله العظيم، تشرب من المدي تروح البيت، البيت ما فيه موية طبعا ولا جصب، تطلع تشرب من المدي اللي مرته تروح ثانية، تجي مليانة يحلبونها ولا يعلفونها. فشدني المنظر وهذا، فقول وهني الطير لا من التعلى، وهني الطير لا من تعلى وانتهض فوق ركونا العاليات، يشهد ان في حياته مسفهلة ما تفكر بسنين الماضيات، لو يشوف الدمع من عيني يهل كان ما غنى الحونا الساجعات، مستريح في ذرى قصر مظلة من بقايا قصورنا اللي طايحاته، كيف هاك الدور صارت له محلة، عقب هاك العز يمسن خالياتي، كل عقل بالمواقف يستدل وكل خلق الله عليها ثانياتي، والله اني اتفكر واتملى كن ما داجت عليها الداجاتي، كن قلبي في وسط زيتني قلى وحميسي يقلبونه بجمراتي، يحسب اني يوم ادوجبها تسلى، ما دريت ان الجروح منوقضاتي، ينزعج قلبي كما غربني تلى، يجذبونه من جمام طامناتي، والعيون اللي شقيه ما تكلى تبكي، يا الاطلال صارا خارباتي، كنها لمحة بصر ماض تولى، ما بقى من طيف هل الذكريات، أذكر الشيبان في هاك المصل يطلبون الله الثواب والنجاتي، وأذكر المجلس وذكره بس جلة، وأذكر المجلس وذكره بس جلة، يوم هاك الحيل فيهم رودماتي، وأذكر القرصان فيها والمحلة والخراف من الثمار اليانعاتي، وأذكر أهل الطيب بدلال نتزلة في مصابيح الكرامة والماتي، كل بيت الا نصاها البيت، كل بيت الا نصاها الضيف هلا، معتزين المرجله والمكرماتي، يا مقام العز عز ما تولى، المراجل والمعاني باقياتي، باقي من نسلهم سيفني سله، يعتلون الطيب فوق الحاي ماتي، لا بتيب الطيب بيرقهم يفلى مثل ضلع طويج روسه شامخاتي، لا بتي عزم وجزم مستجله بالمفاخر والعلوم الصاملات، يا رفيعين الثنا زبنا امتلا، يا كريمين السجايا
والصفات يجتمعن يوم قيل العيد هلا والتقينا من قلوب صادقات يتجمع عز والفرقة تذل والتصنع كل أموره رايحاتي ديرتي يا ديرتي نور تجلى يعتلي فوق نجوم الساطعات يجعل مزنات الحياة لاستعلى عشرة أيام وليال من طلات ينهم الوبلة على ضلع وتلة المفالي والغراي السائلات كل ما لاحت مزونه واستهلها الوبلة واستجدبها النبات يشوف نواره كما نقشن بزلة وخضاب للعذار المترفاتي بعد ذا صلوا على سيد وخل عد براق شعق وسط الطهاتي سلامكم اللهم صل على محمد ما شاء الله يا ابو عبد الله الله يبيض وجهك الله يعافيك حييت الاطلال الله يعافيك القصيده الشعر يحيي الله يطول الاطلال لا ابو عبد الله ما شاء الله الحصيله اللفظيه الله يطول عمرك وسبحان الله اللوحه اللي يرسمها بابياته ما شاء الله الله يطول عمرك صلاه نسعد انا اتخيل صراحه وهو مع كل بيت اتخيل الغنم وهي رايحه وجايه تخيل قرصان ومحطوط والناس بيتصدر سبحانك صور عدة صور وعبد الله ملك الشعرية أنا اللي أتخيلها كبار السن اللي كانوا الله موجودين لو جوها الحين وشافوه شافوا التغيرات شيء عجيب شي بيصير لهم سبحان الله تخيلوا يعني حتى لو شوف بريق الشاهي كل اللي من 100 سنة يقول هذا وش ما كان فيه شاهي يقول هذا وش استعمل له حتى نوع المعدن كان من أول عبارة عن نحاس ويربونه ما كان فيه المعدن الموجود هنا نوع القدور الموجودة تغير جذري في كل أمور الحياة الحين لو يرجعون جيب لهم كابتشينو حتى القهوة صارت أنواع من أول يحبسونها معروفة كل بيت نفس البيت الثاني نظام القهوة موحد يا ربي لك الحمد الحين كل ما شاء الله قبل يعني يمكن 70 سنة أو 80 سنة اللي يجون للرياض من سدير من أي ديرة الرياض طبعا متطور وش كانوا يشوفون أبوي يقول إنه قد جاء مرة هنا للرياض وكان خالي الله يغفر له خالي حمد هو يا بعض الجماعة وجايبين فول هيا ياكله أبوي قال وش ذا ما يعرف والله هيا ياكله قالوا يا أبو حمد قال لا والله ما أكله وش تريد هذا شيء حادثة جديدة هذا ما أعرفه خذ الخبز والله ما يغط حتى الخبز مستنكر هذا لكنه يغط على موية يقول له جالسين ياكلون فول وياكل الخبز على ما يقولش لا اله جاي مستنكر ما يعرف الفول يستنكرون نعم يستنكرون بعض الشيء تغير جذري في الحياه اللهم لك الحمد الله يرزقنا شكره يا رب الحمد لله اللهم لك الحمد اسال الله ان يسعدكم ابو عمر اتحفنا يا حبيبي انا عندي يا طويل العمر قصه وفيها قصيده يلا هذه قصه